بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نجدد اللقاء بكم في الفيديو 25 من مادة لغتي اللغة العربية، المدرسة العالمية الباكستانية بالطائف، طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي، بنين وبنات. نبدأ درسنا لهذا اليوم. افتحوا الكتاب صفحة 75. أتعلم وتسلى. تكون كل مجموعة 4 جمل فعلية من إنشاء أعضائها، يكون المفعول به في الأولى اسما لإنسان، وفي الثانية اسما لحيوان، وفي الثالثة اسما لنبات، وفي الرابعة اسما لجماد، والمجموعة الفائزة هي الأسرع مع صحة جميع الجمل. نكتب مع بعض. اكتب هنا: سأل المعلم محمدا عن الإجابة. صادت القطة الفأرة. يأكل الأرنب الخس. يقرأ الطالب الكتاب. اكتبه بخط حلو. الواجب المنزلي، ايش عندنا في الواجب المنزلي؟ 1، أضع مفعولا به مناسبا مكان النقط، وأضبط آخر الفعل والفاعل والمفعول به بالشكل الصحيح، وأنطقها نطقا سليما. أثاب الله المؤمن. اكتبه وحطه فوق النون فتحة. 2، قلم البستاني العشبة. اكتبه وحطه فوق الباء فتحة. 3، يحب المؤمن الخير للناس. اكتبه وحطه فوق الراء فتحة. 4، أوقف السائق السيارة. اكتبه وحطه فوق التاء فتحة. 5، ينفع الصدق صاحبه. اكتبه وحطه فوق الباء فتحة. 6، وعظ الإمام الناس. اكتبوا الناس وحطوا فوق السين فتحة. 2، أصل كل فعل وفاعل في العمود الأول بالمفعول به المناسب له في العمود الثاني، ثم اكتب الجملة الفعلية كاملة في المكان الخالي وانطقها نطقا سليما. سمع الطلاب نصح المعلم. إذا نكتبه هنا بعدين بعد ما نوصله. سمع الطلاب نصح المعلم. نظم الشاعر قصيدة. نكتب هنا بعدين نظم الشاعر قصيدة. حفظ الطفل سورة من القرآن. اكتبوا حفظ الطفل سورة من القرآن. ركب الفارس صهوة جواده. ركب الفارس صهوة جوابه. بعد ما توصل وبعدين نكتب هنا: ركب الفارس صهوة جواده. بعد ما خلصتوا نروح إلى صفحة 76. إيش عندنا صفحة 76؟ صفحة 76، الوظيفة النحوية، الدرس الثاني، أنواع الجموع، الهدف، تعرف أنواع الجموع وتمييزها واستخدامها. أثبت تعلم السابق. 1، أكمل الخريطة المعرفية الآتية. الكلمة اسم من حيث العدد. ها نكتب: مفرد مثل قلم مكتوب، مثنى مثال قلمان. اكتبه. جمع مثال أقلام. اكتبوا الكلمة. هنا كمان عندنا فعل. اكتبوا وحرف. اكتبوا بخط جميل. نروح إلى صفحة 77. إيش عندنا صفحة 77؟ ثانيا، أصنف الأسماء الآتية حسب دلالتها العددية. الأسماء عندنا والكلمات: أخلاق، آداب، فضيلة، نفس، الشيخان، مساجد، ورقة، الوالدان، الأزهران. نكتب المفرد هنا: فضيلة، نفس، ورقة. المثنى: الشيخان، الولدان، الأزهران. الجمع: اكتبوا أخلاق، آداب، مساجد. الكلمات أخذناها من هنا. أبني تعلمي الجديد. أقرأ النص الآتي: رفض الإنسان منذ القدم أن يعيش معزولا عن محيطه، فطور أساليب تواصله مع الآخرين. سأل نفسه وعرف احتياجاتها، وكان ذلك باعثا حقيقيا للتآلف مع غيره. تراه يربط العلاقات مع الجميع، فالحاضرون والغائبون سواء، ويوطد الصلات بالمسافرين والمقيمين، وهو منشرح مبتهج يطوي المسافات في إصرار وثبات.
ويتنقل بحرية بين البلدان قاطعا الصحاري والبحار. طيب نكمل صفحة 78. إيش عندنا صفحة 78؟ أحلل. 1- أجمع الكلمات الملونة بلون واحد واكتبها في المكان المخصص لها. الكلمات الملونة باللون الأحمر مجموعة ألف، اكتبوا الحاضرون، الغائبون، المسافرين، المقيمين. الكلمات الملونة بالأخضر مجموعة باء، احتياجاتها، العلاقات، الصلات، المسافات. اكتبوا بخط حلو. الكلمات الملونة بالأزرق مجموعة جيم، أساليب، البلدان، الصحاري، البحار. نكمل. 2- أتأمل الكلمات في المجموعة ألف وأختار الإجابة الصحيحة فيما يأتي. دلت هذه الأسماء على ثلاثة فأكثر، فهي جمع، حطوا على جمع صح. دلت هذه الأسماء على مذكر، حطوا على مذكر صح. نحن نتكلم عن مجموعة ألف. لم تتغير صورة المفرد إلا بزيادة الواو والنون أو الياء والنون في آخره، لذلك فهو سالم، حطوا على سالم دائرة أو صح. أجمع الإجابات الصحيحة التي اخترتها وأكون منها اسم النوع الأول من أنواع الجموع. النوع الأول من أنواع الجموع هو جمع المذكر السالم، اكتبوا جمع مذكر سالم. أستنتج جمع المذكر السالم هو إيش تعريفه؟ اسم يدل على ثلاثة فأكثر بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره، يعني اسم أكثر من اثنين في الأخير يكون في واو ونون أو ياء ونون، هذا جمع مذكر سالم. نيجي لصفحة 79. صفحة 79، أتأمل الكلمات في المجموعة باء، نحن نتكلم عن المجموعة باء، واختار الإجابة الصحيحة فيما يأتي. دلت هذه الأسماء على ثلاثة فأكثر، فهي جمع، حطوا على جمع دائرة. دلت هذه الأسماء على مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث، حطوا على مؤنث صح أو دائرة. لم تتغير صورة المفرد إلا بزيادة الألف والتاء في آخره، لذلك فهو سالم، حطوا على سالم دائرة. إذن أجمع الإجابات الصحيحة التي اخترتها أو اخترتها وأكون منها اسم النوع الثاني من أنواع الجموع. إيش النوع الثاني؟ جمع مؤنث سالم. إذن النوع الأول جمع مذكر السالم، والنوع الثاني جمع مؤنث سالم. أستنتج جمع المؤنث السالم هو إيش تعريفه؟ اسم يدل على ثلاثة فأكثر بزيادة ألف وتاء في آخره، يعني اسم يكون أكثر من اثنين، ثلاثة فأكثر وفي الأخير يجي ألف وتاء، هذا جمع المؤنث السالم. أتأمل الكلمات في المجموعة جيم، تعالوا للمجموعة جيم، وأجيب عن الآتي. دلت هذه الأسماء على ثلاثة فأكثر، فهي جمع، حطوا على جمع دائرة. هل تغيرت صورة المفرد عندما جمع؟ نعم، اكتبوا نعم. أقارن بين صورة الاسم في الحالين، المفرد وجمع، متغيرة، نكتب متغيرة. هل شكل الكأس قبل الكسر يشبه شكله بعد الكسر تماما؟ لا. إذن التكسير معناته التغيير. أستنتج جمع التكسير هو اسم يدل على أكثر من اثنين بتغير في صورة مفرده. إذن النوع الثالث من أنواع الجموع جمع التكسير، الجمع معناته اسم أكثر من اثنين، ثلاثة فأكثر، بحيث لا يكون في الأخير لا واو نون ولا ياء نون ولا ألف وتاء. أطبق. 1- أصنف الأسماء الآتية حسب نوع الجمع: علماء، قوانين، آيات، دروع، أشجار، مخترعون، صادقات، زهرات، مستغفرون. جمع مذكر سالم، اكتب مخترعون، مستغفرون. جمع مؤنث سالم، اكتب آيات، صادقات، زهرات. جمع تكسير، اكتب علماء، قوانين، دروع، أشجار. نيجي لصفحة 80. صفحة 80، عندنا 2- آتي بالجمع المناسب لكل اسم مفرد فيما يأتي. المفرد وردة، الجمع وردات، اكتبه مكتشف، مكتشفون، جندي، جنود. تفكير ناقد. 3- اختلف فواز ونورة في الجمع في كلمة بنات، فنورة ترى أنه جمع مؤنث سالم وفواز يرى أنه جمع تكسير، من منهما إجابته صحيحة؟ ووضح قولي. نكتب الجواب هنا، إجابة، حطينا تاء مربوطة،
اكتبه من هنا. إجابة نورة صحيحة، لأن كلمة بنات جمع مؤنث سالم، فهي اسم يدل على ثلاثة فأكثر بزيادة ألف وتاء في آخره. اكتبه بخط حلو. 4. استبعد الكلمات التي لا تعد جمع مذكر سالم بشطبها من القائمة الآتية: بساتين، اشطبوها، معلمون، خلوه، مهندسين، خلوه، ليمون، اشطبوه من أصل الكلمة، مساكين، اشطبوه، الياء والنون من أصل الكلمة، محتاجون، خلوه، فلسطين، اشطبوه عشان الياء والنون من أصل الكلمة، مهذبين، خلوه. طيب نيجي للسؤال الخامس. إيش عندنا في السؤال الخامس؟ أنفذ المطلوب بين القوسين فيما يأتي: ساعدت الفتاة أمها، أجعل الفاعل المفرد جمع مؤنث سالم مع ضبطه بالشكل. نكتب: ساعدت الفتيات أمهاتهن. قرأ التلميذ قصة، أجعل المفعول به المفرد جمع التكسير مع ضبطه بالشكل. نكتب: قرأ التلميذ قصصا. لا تنسوا فوق الصاد هنا فتحتين، وهنا فوق التاء ضمة. اللاعب ماهر، أجعل المبتدأ والخبر جمع مذكر سالم بزيادة واو نون. نكتب: اللاعبون ماهرون. شوفوا كيف الواو هنا يعني مرفوعة. نيجي لصفحة 81. إيش عندنا صفحة 81؟ صفحة 81 أتعلم وأتسلى. 1. تكتب كلمات بصيغة الجمع في بطاقات وتوضع في سلة. يخرج 3 طلاب طالبات، الأول يجمع بطاقات جمع المذكر السالم، والثاني بطاقات جمع المؤنث السالم، والثالث يجمع بطاقات جمع التكسير، والفائز هو من يجمع أكبر قدر من البطاقات تحوي نوع الجمع الذي حدد له. 2. لدى نورة 5 صناديق، في الصندوق الأول خاتم واحد، وفي الثاني خاتمان، وفي الثالث 3 خواتم، وهكذا. ووزن الخاتم الواحد 10 جرامات، ما عدا الصندوق الرابع فوزن كل خاتم فيه 9 جرامات. ما مجموع الخواتم في تلك الصناديق؟ إذا اكتبوا: 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 يساوي 15 خاتم. اكتبوا بخط حلو. كم وزن الخواتم جميعا؟ نكتب: 13 ضرب 10 يساوي 130، 4 ضرب 9 يساوي 36، 130 زائد 36 يساوي 146. وزن الخواتم جميعا 146 جرام. هذا اكتبوه بس ما يجيكم في الاختبار. نيجي لصفحة 82. ايش عندنا صفحة 82؟ صفحة 82 عندنا الواجب المنزلي. 1. احدد الكلمة المختلفة عن المجموعة مع بيان السبب: اطيار، زهور، مجلات، عصافير. حطوا على مجلات دائرة او صح. السبب نكتب: لأن مجلات جمع مؤنث سالم، أما بقية الكلمات جمع تكسير. محافظون، عالمون، متحدثين، أعمدة. حطوا على أعمدة صح أو دائرة. السبب نكتب: لأن أعمدة جمع تكسير، أما بقية الكلمات جمع مذكر سالم. باسقات، مختلفون، شامخات، حكيمات. مختلفون حطوا عليه دائرة. السبب: لأن مختلفون جمع مذكر سالم، أما بقية الكلمات جمع مؤنث سالم. اكتبوا بخط حلو. زوارق، قارب، سفينة، مركبة. زوارق حط عليه دائرة. ليش؟ السبب: لأن زوارق جمع، أما بقية الكلمات مفردة. 2. أعثر على جمع تكسير واحد فقط في كل عمود مما يأتي وألونه: العمود الأول أزهار، حط عليه صح أو دائرة، العمود الثاني بساتين، العمود الثالث مدارس. نجي لآخر صفحة نأخذ لهذا اليوم، صفحة 83. افتحوا لي الكتاب صفحة 83. الوظيفة النحوية، الدرس الثالث: المفعول المطلق. الهدف: تعرف المفعول المطلق وتمييزه واستعماله. أقرأ: يتأدب الصغير بحضرة الكبار دائما. تأدبا، ألاحظ الجملة المقابلة ثم أجيب. طيب: يصغي التلميذ لكلام أستاذه إصغاء، يحترم الابن والديه احتراما. طيب بعد ما قرأنا الجمل الثلاثة هذا نشوف أسماء الكلمات الملونة أم أفعال. الكلمات الملونة أسماء. الكلمات الملونة قصده هنا أسماء. يتأدب، تأدبا، يصغي، إصغاء، يحترم احتراما.
أضع خطا تحت كل فعل في هذه الجمل. ها، يتأدب فعل خط، يصغي هنا فعل خط يحترمه. أقارن بين حروف الاسم وحروف الفعل. ها، نكتب حروف الاسم. حروف الأسماء تتضمن حروف الأفعال. ماذا ألاحظ؟ إيش ألاحظ؟ أن الأسماء تتضمن حروف الأفعال. أحلل. طيب، ماذا نسمي الأسماء التي تتضمن أحرف الفعل؟ نسميه مفعولا مطلقا. أحذف المفعول المطلق من الجمل وأقرأها. هل ظلت جملة مفيدة؟ نعم. اكتبوا نعم. ما فائدة مجيء المفعول المطلق لتوكيد المعنى؟ المفعول المطلق يجي عشان يؤكد لنا المعنى. اكتبوا لتوكيد المعنى. يجيء المفعول المطلق لتوكيد المعنى، ففي الجملة الأولى أكدنا التأدب، وفي الجملة الثانية أكدنا الإصغاء. اكتب هنا الإصغاء. وفي الجملة الثالثة أكدنا الاحترام. إذن المفعول المطلق نكمل درسه في الحصة القادمة بمشيئة الله. هذا ما لدينا لهذا اليوم. الحصة القادمة بمشيئة الله نبدأ من صفحة 84. لا تنسوا واجبات الكتاب، ولا تنسوا واجبات الدفتر، ولا تنسوا كل الأشياء اللي حليناها تحلوه في الكتاب عشان وقت الاختبار يسهل عليكم المذاكرة. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.